السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل البرامج. فهقول له انا عايز اعمل فاميلي جديده، نيو فاميلي، وهقول له انا عايز هنا بلاسترز بدل، واقول له اوكي. وبعد كده هبدا ارسم هنا الشكل اللي انا عايزه. ده الجزء اللي هو المفروض في الريلينج. الحاجه اللي هترسمها فوق هتبقى فوق الريلينج، الحاجه اللي هترسمها تحت هتبقى تحت الريلينج. وتقدر ترسم مثلا ريفرنس بلان عشان يحكم لك الموضوع دوت لو انت حابب، تمام. ممكن بعد كده ترسم، تقول له انا عايز ارسم ريفولف، حاجه هتلف حوالين المحور، اختار المحور دوت واقول له اوكي. وبعد كده هبدا ارسم. ممكن اقول له مثلا انا عايز ارك مثلا من هنا لهنا. ده الجزء اللي انا برسمه، ده اللي هيبقى فوق الريلينج نفسه، تمام. مثلا حاجه بالشكل دوت. طيب وهنا ممكن بقى تقول له ايه، انا عايز ارسم حاجة مثلا بالشكل دوت. وبعد كده ممكن بقى الحاجة اللي تحت برضو لو انت حابب، ممكن ترسم مثلا حاجة بالشكل دوت. وبعد كده هقفل الشكل اهوت، تمام. طبعا ده رسم، انت تقدر ترسم بقى اي حاجة، ترسم وردة، ترسم حاجة. وبعد كده بحدد الخط اللي شكله هيلف عليه، هيبقى معايا حاجة بالشكل دوت كمثال يعني. وبعد كده هقول له لوج انت بروجكت اند كلوز، واختار المشروع اللي انا عايز احمل الحاجة فيه. هو دلوقتي اسمه فاميلي 4، اقول له يس. نقول انا مش هسيف، اقول له ريلينج، انا عايز هنا ريلينج اهوت، موافق. وريه لي في 3D او بالشكل دوت. طيب هحدد عليه واقول له ايديت تايب، اختار بلاستر بلاسمنت اهوت، وهقول له انا عايز فاميلي 4، واقول له مثلا خلي المسافه مثلا 1.5 بين كل واحده التانيه، واقول له اوكي ابلاي. تطلع معايا بالشكل دوت. اعتقد محتاجين نزودها مثلا، نخليها 2.2، ابلاي اوكي ابلاي اوكي. بقى عندي برامج بالشكل دوت، تبقى مثلا في شرفة منزل أو حاجة زي كده.